أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. أنا موجود في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية، أحد أكبر المدن في الشمال الإيرلندي. طبعاً كانت معروفة بلفاست أنها كانت بؤرة توتر بين اللي هو اللويالست الموالين للحكم البريطاني والريبوبليكانز المواليين لإيرلندا اللي بدهم الجزء الشمالي من إيرلندا يتحرر. هذا الشارع اسمه شاكل رود، هاي بوابات حديدية بتم إغلاقها كل مساء لما يحل الظلام لمنع أي مشكلة وأي توتر بين اللي هو المنطقة اللي هي البرو يونيونست المؤيدة للوجود البريطاني وبين المنطقة هاي المؤيدة لتحرير الجزء الشمالي من إيرلندا. الرسم على الجدران أو الجداريات هي أحد الطرق اللي من خلالها كان يعبر الريبوبليكانز الجمهوريين عن آرائهم السياسية، لأنه ما كان عندهم وسائل إعلام زي ما كان عند اللي هو البريطانيين. هذول صور ناس إيرلنديين حاربوا من أجل استقلال إيرلندا، ومنهم كان ناس اللي هو هانجر سترايكرز، ناس أضربوا عن الطعام وتوفوا. وهي كمان جدارية لنيلسون مانديلا، وكمان هناك في ستاند وذ بالستاين. الصراع والعنف الطائفي بين البروتستانت الإيرلنديين والكاثوليك البريطانيين استمر لمدة 30 عام، ابتداء من عام 68 حتى عام 98، العام اللي وقعت فيه اتفاقية الجمعة العظيمة اللي أنهت الصراع المسلح. هذا الصراع كان يطلق عليه The Troubles أي الاضطرابات، وسبب اندلاع الاضطرابات هو أنه الجزء الشمالي من إيرلندا لا يزال تحت الحكم البريطاني برغم استقلال إيرلندا عام 1922، وشعر الإيرلنديين بالاضطهاد والعنصرية فثاروا ضد القوات البريطانية. الكاثوليك الإيرلنديين اللي أطلقوا على أنفسهم الوطنيون The Nationalists بيطالبوا بتحرير الجزء الشمالي من إيرلندا وضموا لجمهورية إيرلندا، بينما البروتستانت اللي أطلقوا على أنفسهم الوحدويون The Unionists بيعارضوا الانشقاق عن المملكة المتحدة وبيطالبوا بالبقاء تحت الحكم البريطاني. الغريب أنه مدينة بلفاست من حوالي 30 سنة مقسمة أحياء. هذه الجدارية الضخمة لفريدم فايترز، اثنين إيرلنديين حاربوا من أجل استقلال إيرلندا، طبعا ليلى خالد المعروفة فدائية فلسطينية. بتشعر أنه أنت هنا بتستعرض يعني تاريخ. المرور من خلال هاي البوابات الحديدية بذكرنا بالحواجز الاحتلالية في فلسطين المحتلة. تعرفوا جدار الفصل العنصري اللي بنته قوات الاحتلال في الضفة الغربية، هذا شيء مصغر منه، عبارة عن بوابة حديدية بتم إغلاقها كل مساء في هاي المنطقة تفصل بين اللي هو اللويالست الموالين للوجود البريطاني، وبتفصل بين المنطقة هاي الناس المؤيدين لتحرير الجزء الشمالي من إيرلندا. طبعا في كاميرات، وكمان بتحس انه يعني في تشابه بين الصراع في فلسطين والصراع في إيرلندا، لانه الإيرلنديين بيعتبروا حالهم ضحية بيعانوا تحت الاحتلال البريطاني، لذلك في تأييد كبير من الإيرلنديين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. هاي جدارية داعمة للنضال الفلسطيني، وهي جدارية لصورة الشهيد إبراهيم أبو ثريا اللي قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة during the march of return. فكل التحية لأهالي الشهداء، الرحمة للشهداء، وتحية فلسطين. هاي الجدارية رسمها كارلوس لاتوف اللي هو فنان كاريكاتير برازيلي. طبعا هذه رسمت في سنة 2015 أعتقد، تقريبا بعد كم شهر من الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي تعتبر من أشهر الجداريات التضامنية مع فلسطين. كفلسطيني، كعربي، كإنسان، بدي أشكر الشعب الإيرلندي على وقوفه صالح قضيتنا الفلسطينية العادلة. بدي أعرفكم على صديق اسمه فرانسيس، هو إيرلندي ساكن في الشمال أوف إيرلندا، وححكي معه ونشوف ليش الإيرلنديين قرروا يدعموا النضال الفلسطيني. Well, first of all, it's a major injustice to the indigenous people of Palestine to have a foreign white European colonial imperialist settlement forced upon them in the apartheid state of Israel. We had all this here in Ireland. We've had 800 years of oppression, 800 years of military occupation by the British. The only difference between Ireland and Palestine is the time scale.
We had 2 million people in Ireland. We had our own Holocaust, where people, 1 million people died in a man-made famine caused by the British government, and 1 million people were forced to flee. And we now have like 54 million Irish Americans. And when you had the Nakba, when 750,000 Palestinians were forced from their country in the ethnic cleansing of Palestine, there are now 7 to 8 million Palestinians making up the diaspora all over the world. So the cause of the Palestinians is the cause of the Irish. The cause of the Irish is the cause of the Palestinians. Both suffered under British military occupation. We suffered internment without trial, and we suffered massacres at the end of British guns. In Palestine, they suffer administrative detention, which is internment without trial, laws left over from the British mandate. So as an Irish socialist, I support the people of Palestine in their national war of liberation, the same as I support the men and women of Ireland who have fought and some continue to fight for the national liberation of Ireland. It's one cause, it's national, it's international, and without Palestine being free, as Nelson Mandela said, the world will not be free. هاي كمان بوابة تانية تفصل بين المنطقتين. هذا اسمه Peace Wall. موجود منه حوالي 90 حائط عازل بيعزل بين اللي هو المنطقتين اللي بيسكن فيها الناس المؤيدين للجانب البريطاني والناس المؤيدين للجانب الإيرلندي. طول هذا الجدار الفاصل حوالي 2 كيلو، يعني حوالي ميل ونص. طبعا بذكرنا في الجدار الفاصل اللي التهم أراضي كبيرة في الضفة الغربية المحتلة. بيجوا ناس من كل أنحاء العالم لرؤية هذا الجدار وبوقعوا توقيعاتهم هنا. اللي بنى هذا الجدار هم عبارة عن مهندسين بريطانيين. ارتفاعه تقريبا قريب لارتفاع جدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. هاي في كمان بوابة ثالثة، طبعا كلهم بيتم إغلاقهم بمجرد ما يحل الظلام. هي عبارة عن محطة شرطة في هاي المنطقة. وهذا الجبل أصدقائي البلاك ماونتن اللي حطوا عليه متضامنين إيرلنديين علم كبير لفلسطين، وحفرجيكم صورته الآن. هذه جدارية للكولونيل عميد جون باترسون، أحد قادة الجيش البريطاني اللي خدموا في فلسطين التاريخية وكان لهم دور في إخماد الثورات اللي قام فيها أهل فلسطين، وعاملين له هنا ذكرى تخليداً لدوره في تدريب العصابات الصهيونية اللي إجت لفلسطين لاحتلال فلسطين. طبعاً هاي المنطقة في منطقة اليونيونيستس واللويالستس اللي هي الناس المؤيدين للحكم البريطاني في الجزء الشمالي من إيرلندا. هي اسمها ميلتاون سيمتري، مقبرة يدفن فيها الريبوبليكانز اللي هو الكاثوليك المؤيدين ل إيرلندا. هذا جزء المقبرة اللي دفن فيه بعض الهانجر ستراكرز، منهم بوبي ساند، وكمان يعني اللي هو الفريدم فايترز الإيرلنديين. كان في محاولة لاغتيال جيري آدم رئيس حزب الشنفين لما كان بيحضر جنازة في هاي المقبرة.